إليك طريقة صنع اسمك كمتسابق سيارات. تحتاج ورقاً مقوّن، قلم رصاص، قلم تحديد، مسطرة، مقص، شريطاً لاصقاً أسود، ألواناً وفرشاة. على الورق المقوّى، ارسم بالقلم الرصاص والمسطرة الحرف الأول من اسمك، ثم قصها بحرص باستخدام المقص. لون الجزء العلوي والسفلي للحرف بالأبيض واتركه يجف، ثم ارسم مربعات مثل رقعة الشطرنج ولونها بقلم التحديد. بالألوان لون شريطاً رمادياً في وسط الحرف كأنه طريق، ولون بقية الحرف بلونك المفضل. ما إن يجف، استخدم فرشاة رفيعة ولوناً أبيض لعمل علامات على الطريق. ألصق الشريط اللاصق الأسود على حواف الحرف وكرر عمل هذا لصنع بقية حروف اسمك. وهكذا تكون قد صنعت اسمك بطريقة متسابقي السيارات.